بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 41 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا. حياكم الله وبارك فيكم. على بركة الله، نبدأ بأول الأسئلة في هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، حدثونا عن التوسل المشروع والتوسل الممنوع بالأدلة من الكتاب والسنة، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمر عباده باتخاذ الوسيلة، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والوسيلة هي العمل الصالح الذي يقرب من الله سبحانه وتعالى، هذا هو معنى الوسيلة، العمل الصالح الذي يقرب من الله عز وجل. وليست الوسيلة أن تتخذ واسطة بينك وبين الله كما يفعله المبتدعة، تتخذ بينك وبين الله واسطة من المخلوقين الأحياء أو الأموات بقضاء حوائجك، فإن هذا ليس هو الوسيلة المأمور بها في هذه الآية، وإنما الوسيلة هي التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة. سميت وسيلة من الوسل، وهو التسبب، هي سبب لرحمة الله عز وجل، وسبب يوصل إلى رضوان الله عز وجل. وكذلك من الوسيلة المأمور بها توسل بأسماء الله جل وعلا، تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، كما قال أيوب عليه السلام: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. كذلك التوسل إلى الله بتوحيده عز وجل، كما قال يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كذلك التوسل إلى الله بإبداء الفقر والحاجة إليه سبحانه وتعالى: إني مسني الضر وإني كنت من الظالمين. الاعتراف بالخطأ والظلم هذا من التوسل إلى الله عز وجل. كذلك التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، كما في الحديث في أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة، توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم. وكذلك التوسل بدعاء الصالحين الأحياء، لأن تطلب من أخيك أن يدعو لك، فإن ذلك من التوسل المشروع، طلب الدعاء من الصالحين والذين يرجى قبول دعوتهم يتوسل بهم، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استسقوا وطلب من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم بالمطر فدعا. فالتوسل بدعاء الصالحين هذا أمر مشروع، وذلك خاص بالأحياء الحاضرين، أما الميت فلا يطلب منه شيء، لأن الصحابة لم يذهبوا إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلبوا منه أن يدعو الله لهم في المطر أو في غيره. وعمر عدل عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العباس، والعار رسول أفضل من العباس، ولكن لما كان الرسول في الرفيق الأعلى وكان قد مات، عدل إلى الحي الذي يمكنه أن يدعو الله وهو العباس. توسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء الحاضرين هذا أيضا أمر مشروع. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخ. فضيلة الشيخ، هذه السائلة أم فيصل من مكة المكرمة تسأل وتقول: هل السواك ومعجون الأسنان ينقض الوضوء؟ السواك من سنن الوضوء، مطلوب من الإنسان أن يستاك قبل الوضوء، قبل المضمضة، فهو من سنن الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. وأما المعجون فهو مباح، لا بأس به ولا ينقض الوضوء. لو أن المتوضي استعمل المعجون على أسنانه لتنظيفها فلا حرج في ذلك، ولا يؤثر هذا على الوضوء. نعم. تقول فيصل: ما معنى الثناء على الله عز وجل؟ الثناء على الله عز وجل هو
حمده جل وعلا، حمده بأن تقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على فضله وإحسانه. الثناء على الله ذكر نعم الله عز وجل وحمده عليها. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. هذا السائل حسان سوري ومقيم في المدينة النبوية، يقول: هل تجوز قراءة الفاتحة عند القبر؟ وهل يصل القرآن إلى الميت وزيارة القبور عقب صلاة العيد؟ ما حكمها؟ مأجورين؟ لا تجوز قراءة القرآن عند القبور، لا الفاتحة ولا غيرها، لأن هذا شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قراءة الفاتحة عند القبور بدعة، لأنه لا دليل على ذلك. قد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالقراءة عند القبور من هذا القبيل، أنها محدثة وليست من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وزيارة القبور مشروعة، لا لأجل قراءة القرآن عندها، وإنما لأجل الاتعاظ والاعتبار بأحوال الموتى. قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. وكذلك من أغراضها الدعاء للميت والاستغفار له، فإن هذا ينفع الميت. وأما أن تزار القبور لأجل التبرك بها أو طلب الحوائج من الأموات أو الاستغاثة بالأموات، فهذا شرك أكبر يخرج من الملة، وهذه زيارة محرمة. نعم. تخصيص زيارة القبور الشيخ صالح ليلا أو أيام الأعياد أو أيام الجمعة، هل هذا وارد فيه؟ هذا لم يرد. زيارة القبور مشروعة في كل وقت. الزيارة الشرعية التي القصد منها الاعتبار والاتعاظ والدعاء للأموات والاستغفار لهم، ليس لها وقت محدد. كذلك لا ينبغي التردد على القبور والإكثار من ذلك، وإنما تزار بين فترة وأخرى. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني تعتادون وتترددون عليه، ولو كان هذا للسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل حسان: بالنسبة للجلوس بعد الرفع من السجدة الأولى أي في الركعة الثانية، يعني جلسة الاستراحة، ما حكمها؟ هذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما تقول. اختلف العلماء رحمهم الله، هل هذه الجلسة من الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل التشريع فتكون سنة، أو هي من أجل الحاجة فلا تكون سنة، وإنما تكون من المباح، إذا احتاج الإنسان إليها يفعلها، وإذا لم يحتاج إليها فإنه لا يفعلها، على قولين لأهل العلم. والصحيح أنها غير سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها في وقت قوته عليه الصلاة والسلام، وإنما فعلها عند الحاجة لما ثقل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أرجو الإيضاح في هذا الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الضبع من الصيد، هل هذا وارد؟ نعم، الحديث صحيح، والضبع من الصيد يجوز أكله. نعم. يقول في آخر أسئلة: ما حكم من يسمع النداء للصلاة ولا يذهب إلى المسجد، والمسجد يبعد عنه 10 أمتار عن البيت؟ لا يجوز لمن يسمع النداء أن يتخلف عن صلاة الجماعة إلا لعذر شرعي. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ولما جاءه الأعمى يستأذنه أن يصلي في بيته لأنه يجد مشقة في الذهاب إلى المسجد، قال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فلا يجوز لمن يسمع النداء أن يتخلف عن إجابة الداعي والحضور إلى الصلاة مع الجماعة إلا إذا كان له عذر شرعي، كالخوف الذي يحول بينه وبين المسجد، أو المرض الذي يقعده ولا يستطيع أن يذهب معه إلى المسجد، أو يذهب بمشقة لا يتحملها. وقد كان الصحابة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. نعم. أحسن الله إليكم. رسالة سائلة سيني من المدينة النبوية، لها مجموعة من الأسئلة. تبدأ هذه الرسالة بالسؤال عن الدب بالنسبة للنساء في غير الأفراح. لما رخص به النبي صلى الله عليه وسلم في الأفراح لأجل إعلان النكاح، رخص به للنساء من أجل إعلان النكاح. وأما في غير مناسبة الزواج فإنه لا يفعل في بقية الاحتفالات، إنما يفعل في حفلة الزواج لأجل إعلان النكاح
كما قال صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، في رواية اضربوا عليه بالغربال وهو الدفنان. السائلة في سؤال لها تقول: فضيلة الشيخ، الإنسان إذا طلب العلم وكانت النية هو الحصول على هذا العلم وطلب الوظيفة في نفس الوقت، ما حكم المال الذي يأخذه من هذه الوظيفة؟ إذا كان طلب العلم الشرعي لأجل الوظيفة فهذا ممن يريد الدنيا بعمل الآخر، قد قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الدينار، عبد الدرهم. الذي يقصد بالطاعات وأعمال الخير يقصد بها الوصول إلى طمع الدنيا داخل في هذا الوعيد الشديد، وهذا من الشرك، من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة ولكنه يحبط ثواب العامل ويخسره أجر عمله، هذا وعيد شديد. ولكن باب التوبة مفتوح، فمن طلب الدنيا بعمل الآخرة عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يحسن النية، سواء طلب العلم أو يعدل نيته ويصححها، ومن تاب تاب الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أختكم من سوريا تقول: هذا رمز الاسم، تقول: أرجو من فضيلة الشيخ صالح الإجابة على سؤالي بالتفصيل، وهو: عند الدعاء للميت وبعد الانتهاء منه يقولون: وهبنا هذا الدعاء إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح ميتنا فلان، ونحن ننهاهم عن هذه البدعة، أي على روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول لهم بأن الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما صحة ذلك مأجورين؟ نعم، ما ذكرتموه صحيح، وهو أن هبة الأعمال أو الدعاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيء لم يرد به دليل، لم يرد به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما صح أنه قال: من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول، ثم قال بعد الفراغ من الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، أبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، فيتحل له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. هذا شيء ورد به الدليل: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سألوا الله لي الوسيلة، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا خاص في هذا الموطن، وأيضا الفائدة تعود إلى السائل نفسه بقول: حلت له شفاعتي. وأما أن تهدى إليه ثواب الأعمال أو ثواب الدعاء، هذا شيء لم يرد به دليل فلا يجوز فعله، وكذلك لا يقال نهدي ثواب دعائنا إلى فلان أو فلان، وإنما يدعى له بدون أن يقال نهدي ثواب، فتقول: اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحم فلانا، اللهم ادخله الجنة، اللهم كفر عنه سيئاته وارفع درجاته، ولا تقول أهدي إليه ثواب دعائي، أن هذا شيء لم يرد. الله جل وعلا يقول لنبيه: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ويقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أحسن الله إليكم شيخ، تقول: هل ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لعن المرأة التي لا تكتحل، فما صحة هذا الحديث؟ لا أعلم شيئا من ذلك، لكن الاكتحال مطلوب سنة للرجل وللمرأة لما فيه من التجمل ولما فيه من الفائدة الصحية للعين. نعم. فضيلة الشيخ تقول: هل صحيح بأن من ينهى ويحذر من البدع له أجر شهيد؟ النهي والتحذير من البدع والمعاصي عمل طيب، وهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا منصب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنهم يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكذلك أتباعهم، لكن لا أعلم أنه له أجر الشهيد، وإنما له أجر الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم.
شيخ حفظكم الله تقول من أسئلتها عن الميت أن من الأعمال الباقية الولد الصالح الذي يدعو له، إذا كان ليس له ولد صالح وكانت له زوجة صالحة، هل يعادل الولد الصالح هذه الزوجة؟ وهذه المرأة تقوم بتعليم صغارها الذين لم يبلغوا الحلم الدعاء لوالدهم، فهل لها ثواب بذلك؟ نعم، هذا شيء طيب، الدعوة للمسلم ولا سيما المرأة لزوجها والزوج لزوجته والقريب لأقاربه أو لإخوانه المسلمين، الأمر مشروع. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ربنا اغفر لي ولوالدي، كل هذا مطلوب ومشروع، أن الإنسان يدعو لنفسه ويدعو لأقاربه ويدعو لإخوانه المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة السائلة من سوريا تقول: في شهر رمضان فضيلة الشيخ تنقل لنا صلاة التراويح، ونشاهد البعض من الناس يكثرون من الحركة في الصلاة، فما التوجيه لهم؟ وهل تؤثر الحركة على صحة الصلاة؟ الحركة من غير حاجة بل هي من باب الغفلة والعبث تؤثر على الصلاة، لأن المطلوب الخشوع في الصلاة وهو السكون والطمأنينة. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الحركة تدل على عدم الخشوع، وأما السكون فإنه يدل على الخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. يجب ترك الحركة إلا إذا كانت لحاجة، فتباح بقدر الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: في سورة الأحقاف ذكر الله عز وجل بأن الجن استمعوا بأنه نزل قرآن بعد موسى، ولم يقولوا بعد عيسى، فلماذا بعد موسى وليس بعد عيسى؟ وقرأت في التفسير بأنهم لم يعلموا بنزول عيسى ورسالته لبني إسرائيل، فما صحة هذا الكلام؟ ونرجو أن تفسروا هذه الآية مأجوري. هذا الكلام غير صحيح، وقالوا من بعد موسى يعني بعد التوراة، يعني التوراة هي الكتاب العظيم. وأما الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام فإنه تابع للتوراة ومكمل لها أو تابع لها، فالأصل هي التوراة التي أنزلها الله على موسى. جزاكم الله خيرا. تسأل عن سؤال آخر وتقول: هل صحيح أن الإسياد في نهار رمضان مكروه لحديث الرسول: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ صحيح أن السواك للصائم غير مكروه، بل هو سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على السواك، ولم يصح عنه أنه استثنى حالة الصيام، بل حث على الاستياك مطلقة للصائم ولغيره، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. أخيرا تسأل السائلة فضيلة الشيخ عن عبارة، وهي قول بعض الناس: اللهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بلغ مقاصدنا، أليس هذا من الشرك؟ هذا من التوسل الممنوع، هذا ليس من الشرك، لكنه بدعة ووسيلة إلى الشرك وطريق إلى الشرك، لأن هذا شيء لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أمر به ولا أقر عليه. قد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فهذا من محدثات الأمور. نعم. هذه أسئلة في العقيدة من أحد الإخوة، يقول: فضيلة الشيخ، هل المؤمنين ينظرون إلى ربهم يوم القيامة؟ لا شك في ذلك، أن المؤمنين يرون ربهم وينظرون إليه في الجنة يوم القيامة، كما جاء في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هي النظر إلى وجه الله. قال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هو النظر إلى وجه الله. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. وتواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في الجنة، لا يضامون في رؤيته، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر. نعم. جزاكم الله خيرا. تلقين الميت يقول: يفعله بعض الناس، ما الحكم الشرعي فيه؟ مأجورين. تلقين الميت قبل الموت وفي الاحتضار سنة، لأن يلقن لا إله إلا الله، قوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وأما بعد الوفاة وخروج روحه تلقينه بدعة، لا دليل على ذلك. نعم.
يسأل أسئلة في العقيدة فضيلة الشيخ ويقول عن الرأي الصحيح في مذهب أهل السنة والجماعة في عذاب القبر ونعيمه. عذاب القبر ونعيمه صحيح وثابت، أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وتواترت به الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب اعتقاده والإيمان به لأنه من الإيمان باليوم الآخر. نعم. نسأل أيضا عن توحيد الأسماء والصفات فضيلة الشيخ ويقول هل يلزم لكل مسلم أن يعرفه؟ نعم، يلزم لكل مسلم أن يؤمن بما في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ياسين أحمد اليمن يقول فضيلة الشيخ أسأل عن حكم لمس الحائض للقرآن الكريم، هل يجوز لها ذلك؟ لا يجوز للمحدث سواء حدثا أكبر أو أصغر أن يمس القرآن مباشرة، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، كما في حديث عمرو بن حزم، سواء كان حدث أكبر كالبول والغائط وموجبات الوضوء أو كان حدثا أكبر كالحيض والنفاس والجنابة، فلا يجوز للمحدث حدثا أكبر وصر أن يمس القرآن مباشرة، أما إذا مسه من وراء حائل فإن هذا لا بأس به لأنه لا يفرق عليه أنه مس القرآن. نعم. يقول هذا السائل ياسين أحمد من اليمن ما حكم من مات ولم يحج وهل الحج عليه واجب؟ إن كان له تركة فإنه يجب أن يخرج من تركته من يحج عنه، يعني يمون من تركته لمن يحج عنه، لأن هذا دين في ذمته لا بد من وفائه وهو مقدم على الميراث. أما إن كان مات وليس له مال فليس عليه حج، ولكن من أراد أن يحج عنه من باب الإحسان إليه فلا بأس بذلك. جزاك الله خير يا شيخ. هذا السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف يقول أسأل عن الحديث المرفوع، ما معناه؟ الحديث المرفوع هو المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر الصحابي الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأول مرفوع. نعم. يسأل أيضا عن حديث هل هو وارد صلاة بسواك تعادل 70 صلاة غيره؟ لا أعرف صحته، هو وارد لكن لا أعرف صحته، بل يغلب على ظني أن بعض العلماء تكلموا فيه، ولكن السواك من حيث هو سنة مؤكدة، استحبوا السواك ولا سيما عند الوضوء وعند الصلاة وعند القيام من النوم، استحبوا السواك ويتأكد في أحوال. نعم. أخيرا يسأل ويقول فضيلة الشيخ السواك أثناء الخطبة في خطبة الجمعة والإمام يخطب أو عند إقامة الصلاة نجد البعض من الناس يحرؤون إلى سواكهم؟ عند الإقامة طيب، هذا لأنه مطلوب أن يستاك قبل الصلاة، أما وقت الخطبة فلولا أن يقطع الحركة وأن يستمع للخطبة ولا يتحرك لا بسواك ولا بغيره. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله للشيخ.